السلام عليكم، مساء الفل. ايه الاخبار يا شباب؟ يلا يلا بدأنا او هنبدأ يعني خلال دقايق. بصوا بقى يا شباب، موضوع النهاردة هيبدأ بتعليق على حلقة في برنامج تلفزيون حصل الاسبوع اللي فات. والحقيقة في حاجتين كده يعني شغلونا وضايقونا شوية، علشان كان فيهم معلومات غلط كتير يعني حصل الأسبوع اللي فات ده. هما حلقتين تلفزيون، واحدة المذيعة هي اللي اتكلمت على إن هي يعني خبيرة في الرياضة وفي المسائل الرياضية، وحلقة تانية كانوا المذيعات مستضيفين واحد المفروض إن هو خبير رياضي يعني، وقال شوية معلومات حاجة بقى إيه علاقة. مسا مسا، مساء الفل يا محمد حبيبي علي. الاكشن. يا عم من غير اسامي، الموضوع كان صعب جدا وما كانش ينفع يعدي الحقيقه يا جماعه. خلونا نبدا بمقدمه صغيره كده. اصلا الكيان بتاع الفيتنس كوميونيتي ده، شفتها وضحكت. ايش عرفك ان انا اقصد اللي انت شفتيه؟ يمكن حاجه تانية. احنا مش لا هنذكر اسامي ولا هنلمح، احنا يهمنا الموضوع اللي اتقال، يهمنا ان احنا نصلح المفهوم. فخلينا نبدا بمقدمه صغيره. الموضوع بتاع الفيتنس كوميونيتي والكيان كله يا جماعه بدا اصلا بان احنا محتاجين ناخد دورنا اللي المفروض ناخده في اللي بيحصل في الفيتنس اندستري، انه المجال بتاع الفيتنس وتدريب الجيمات. لا هي انت واثقه ان هي تقريبا هي يعني. حبيبي يا ضياء. بس بقى علي، المهم انه تاني، دي ثالث مره بعيد الكلام يا جماعه علشان الناس ما تملش. بس بقى موضوع ده فيتنس كوميونيتي يا جماعه جه لانه احنا شفنا ان احنا لينا دور المفروض ناخده في وسط الفتي وفي وسط الكذب وفي وسط الكلام اللي ملوش اي اساس علمي اللي بيتقال طول اليوم على السوشيال ميديا وفي قلب الجيمات وفي قلب الانديه الرياضيه، واحنا عارفين الصح بتاعه وساكتين. فجت علينا فتره كنا قاعدين بس بنتريق انه ايه اللي انت بتقوله ده، ايه اللي انت بتقوليه ده، حد يعمل كده؟ فالناس قالت لها طب وانتوا بتعملوا ايه يعني، انتوا هتقعدوا تتريقوا وخلاص؟ فاحنا قررنا ان احنا ناخد موقف، وفضلنا فتره كده، وبعدين الناس شويه اتضايقت انه لا بقى كفايه تريقه على الناس يا جماعه. المهم كفايه، فاحنا كفينا، خلينا الموضوع بشكل علمي وبنقول بس المعلومات من بعيد، والناس مش عايزه تتغير، الناس مش فاهمه ان الكلام عليها. فاحنا للاسف بقى يعني هنوجه كلام بقى بعد كده يعني، ده اخر فيديو بعد كده هنوجه كلام. فالمره دي الاسبوع اللي فات ده حصل الحاجتين اللي انا قلت عليهم في الاول، دول حلقتين اتعرضوا في التلفزيون، اتفرج عليهم ناس كتير جدا 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 جدا، وطبعا في مفاهيم غلط ممكن تاذي الناس. وفي البرنامج التاني المذيعه اللي اتكلمت وقالت معلومات قويه جدا وخوفت الناس جدا من حاجات مش مفروض يخافوا منها، فلا كان لازم وقفة، كان لازم تصحيح للمفاهيم دي. فالنهاردة أنا معاكو علشان نصحح المفاهيم دي، فعلى الأقل على الأقل يعني احنا نطرح المواضيع دي، واللي عنده يا جماعة كلام أو تعليق علمي بناء على حاجة مجربة علميا يجي واجهنا بيها، لكن ما نبقاش بنرش كلام كده زي النقطة اللي في الفرح وخلاص محدش عارف احنا بنقول ايه، ولانه في ناس كتير جدا مش هتراجع ورانا فخلاص احنا نقول اللي احنا عايزينه. لا الموضوع مش كده، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. ان هي امانه، احنا على كتفنا امانه، الناس اللي شغاله في الفيتنس فيلد بالذات الفيتنس فيلد، لانه بقى يعني مفتوح في مساحه كبيره جدا لاي حد يهري، اي حد بيهري بحته لايسنس قد كده، بحته شهاده اخدها من اي اسوسيشن، خدها بقى حد حلله الامتحان، واخد الامتحان من على الفيسبوك بالحظ نجح واشتغل في مكان، خلاص بقى مدرب وبقى ليه الحق ان هو يفتي بقى ويقول اي كلام ويعمل فيديوهات وينتشر جدا علشان دمه خفيف ولا علشان بيصرف شوية على الماركتينج، فبيوصل لناس كتير جدا، وناس كتير جدا بتصدقه هو كلامه كله غلط، وبيحصل كتير جدا ان الناس دي بتتأذي بكلامه. فخلينا بقى نراجع الحلقة واحدة واحدة كده. والله العظيم والله يا أمل أنا مش عارف برضو بيجيبوا المعلومات دي منين، أنا مش فاهم.
هو ما اعرفش، هو بيستخدم ذكائه تقريبا وبيركب بقى شويه المعلومات دي على شويه المعلومات دي، او يجرب حاجه على نفسه، بس حاجه يعني في معلومات ما جربهاش حتى على نفسه. خلينا بقى نراجع الموضوع واحد واحد. المذيعه سالته في الاول ازاي نسخن جسمنا في الجيم قبل ما ندخل نبدا التمرين علشان ما يحصلش اصابات، علشان الشكاوى الكومن بين الناس كلها اللي هي الم الظهر والم الركب والم الكتاف والحاجات دي. فهو فسر الموضوع ان هي بتسال على التعب او السورنس اللي بتحصل بعد التمرين، وخصوصا اول تمرينه في الجيم. فقال لها انه ده طبيعي، التمرين بتاع اول الوجع اللي بيجي بعد اول تمرينه ده طبيعي. طبعا هو مش طبيعي، اللي بيحصل مش طبيعي، بس خلينا نقول دلوقتي. المهم انه قال حل الالم ده كتفلام وميه سخنه. واحده واحده بقى. اولا الالم اللي بيحصل بعد اول تمرينه اوكي ان هو طبيعي، بس مش طبيعي ان هو ما يكونش محتمل. يعني حضرتك مش علشان تبهر الكلاينت بتاعك في اول تمرينه تفرمه، تديله تمرينه يعني من السيرك القومي وتمشيه على الحبل وتنططه فوق الكوره وتقعد تتمنظر عليه وتديله تشالنجز في اول تمرينه، ده مش منطقي. السورنس بتاع اول تمرينه الطبيعي ان انا تاني يوم حاسس بشويه تعب في العضلات بس قادر امشي اتحرك، مش لدرجه ان انا احتاج كتافلام، احتاج مسكن، مش للدرجات دي اكيد يعني. وما يبقاش الحل برضو مسكن كتافلام وميه سخنه، ميه سخنه هتعمل ايه؟ الحل ايه؟ خلينا نعرف اصلا المشكله ايه، ازاي بيحصل التعب او ايه سبب الالم اللي احنا بنحسه بعد التمرين. حاجتين، حاجة اسمها مايكرو تروما وحاجة اسمها لاكتيك أسيد. المايكرو تروما دي التأثير الفسيولوجي اللي بيحصل في النسيج العضلي بعد التمرين أو خلال التمرين اللي بعد كده بيفضل معانا شوية بعد التمرين. بس بقى محدش يضحك فخلينا طيب عايز أسمع. طيب احنا قلنا دلوقتي الوجع سببه السورنس دي سببها المايكرو تروما، وقلنا ده التأثير الفسيولوجي الطبيعي. يعني احنا مثلا لو جينا بتاع البوكسينج لما بيضرب ايده في حاجة ناشفة وقت كتير اللي بيحصل فيها وجع نتيجة ايه؟ نتيجة المايكرو تروما دي، بس هنا بتحصل في العظم. يعني بيحصل شوية شروخ بسيطة جدا بسيطة جدا، مش لدرجة تلف انسجة، مش لدرجة تلف. فبيحصل ايه بعد كده مع الهرمونات اللي في جسمنا والاكل اللي احنا بناكله والفيتامينات؟ الجسم بيعمل عملية ريبيلدينج اب او بناء، اعادة بناء للانسجة اللي حصل فيها المايكرو تروما دي علشان تبقى اقوى من الاول، علشان ما ترجعش بعد كده تتعب لما تحط عليها نفس اللود. ده اللي بيحصل في العضلات، انه بيحصل مايكرو تروما وقت التمرين علشان بعد كده الجسم يعمل لها اعادة بناء اقوى من الاول او اضخم من الاول او عندها تحمل اكتر من الاول. ده بيبقى على حسب طريقة تمرينك. جميل. السبب الثاني لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده ناتج من عمليه انتاج الطاقه اللي بتحصل في الجسم في العضله، انه العضله بتاخد الجلايكوجين بتكسره بيبقى بايروفيك اسيد، بعد البايروفيك اسيد يبقى اسيتايل كو اي، يدخل على عمليه كيميائيه كده اسمها كريبس سايكل علشان يطلع لي اي تي بي. الاي تي بي ده اللي هو المصدر بتاع الطاقه. جميل. في مرحله من المراحل دي لو مفيش اكسجين البيروفيك اسيد بيتحول للاكتيك اسيد، لاكتيت وبعدين لاكتيك اسيد. فاللاكتيك اسيد ده موجود في العضله كتير، عامل زي ما يكون نشا في الميه كده متقلها. حلها ايه؟ يا اما تعمل استرتشات، يا اما تروح تعمل نشاط رياضي خفيف مش بينتج لاكتيك اسيد كتير، بحيث ان الدم اول ما يدخل جوه هو حل اللاكتيك اسيد اكسجين، انه يوصل له اكسجين. اول ما يوصل له اكسجين بيتحول تاني لاكتيت بيروفيك اسيد، ويدخل برده في العمليه الكيميائيه دي اللي بتطلع لي اي تي بي اللي هو مصدر الطاقه، او ان هو بيتخزن بقى شويه منه في العضله، بيفضل منه شويه في العضله، او بيتخزن بقى يعني المهم انه حله ايه؟ اكسجين يوصل له. ازاي؟ بان احنا بناكل كويس وبنشرب كويس ميه وبنعمل تمرين خفيف علشان نفك العضلات دي. فالالم اللي بيجي بعد اول تمرينه ده مش مفروض ان يكون فوق الاحتمال، لان فوق الاحتمال معناه ان انت حطيت لود عالي جدا اعلى من اللي الراجل ده يستحمل، ونتيجته الراجل حصل له السورنس دي، السورنس اللي هي ما بقتش بس مجرد سورنس عادية، اللي هي بقت مستاهلة كتافلام. فالحل طبعا مش كتافلام خالص. الحل ان احنا نرجع تاني نتمرن تاني يوم او تالت يوم لما يظهر السورنس دي بشدة خفيفة علشان نجري الدم في العضلة وتطلع لي اللاكتيك أسيد. انما المايكرو تروما كده كده موجودة وغصب عننا هتفضل تاخد وقتها،
على حسب بقى انت كنت بتتمرن قد ايه، ممكن تاخد يوم ممكن تاخد يومين، هتحصل وهتاخد وقتها وتروح لوحدها، مش هيحصل اي حاجه. بس اكيد المسكن والماء السخنه مش هم يعني دي نقطه صغيره، خلينا ندخل في اللي بعديها. فالمذيعه سالته اسخن ازاي، يعني ارسم لي كده الخطه بتاعتي هبقى اعمل ازاي في التمرينه بتاعتي. قام جاي قايل لها ايه، اول حاجه التريدميل ما تبقاش بالساعه والساعتين. ليه بقى ما تبقاش بالساعه والساعتين؟ علشان انا مش عارف هو قصده ايه. احنا بنقول دلوقتي في التسخين الاحماء، ايه علاقه الاحماء بساعه والساعتين على التريدميل؟ وافرض ان انا بعرف اعمل ساعه على التريدميل، قال ان هي بتجيب مشاكل بقى، بتجيب خشونه او حاجه. طبعا مش كل الناس هيجي لها خشونه على التريدميل. لو انت جاي اول مره بتعمل كارديو على التريدميل ساعه، ممكن تتاذي يعني، بس يعني مش بتتقال كده، مش كل الناس كده يعني. اوعى تعمله ساعه ساعتين، لا انا مثلا بعمل ساعه على التريدميل ما عنديش مشكله، ما دام انا عندي تريدميل كويسه فيها شوك ابزوربنج، لابس كوتشي هو اصلا شوك ابزوربل، بتمرن بقالي كام سنه عادي. هنقول ان هو بيعامل بيخاطب الناس الجديده، الناس الجديده احنا بنقول لها ان التسخين يا جماعه مش اكتر من ربع ساعه اصلا، فاحنا ما نقصدش، اكيد السؤال ما كانش يقصد اللي بيعمله ساعه وساعتين، ما علينا سيبك من دي. بعد كده دخل على اكبر فاتيه سمعتها في حياتي، العجله. العجله مش بتاعتنا، انا مش عارف مشكلته ان العجله مش بتاعتهم، يعني يجيبوا العجله بتاعتهم عشان يقعدوا عليها ولا ايه؟ هو العجله مش بتاعتنا فهي هتجيب خشونه. لا اسف، العجله دي بتاعت اللي عندهم خشونه. انا مش فاهم يعني ايه، مش عارف العجله بقت علاج اللي عندهم خشونه، لا يعني مش عارف. امل بتسال طب المساج ايه ظروفه مع لاكتيك اسيد؟ طبعا، بس يعني بيبقى مؤلم قوي يعني، مش بيبقى علاج، المفروض ان هو بيرخي لو في شويه لاكتيك اسيد فاضلين مش عارفين نصرفهم، يعني حسينا بقى ان هم سببوا تايتنس في العضله، لكن مش تاني يوم على طول بنروح نعمل مساج عشان نضيع اللاكتيك اسيد، ده هيوجع اكتر وهتقعدي فتره بقى يعني مش قادره تتمرني عليها تاني. فالحل الاسترتشات والتغذيه اللي هو ريكفري يا جماعه. الريكفري عباره عن ايه؟ الراحه، الراحه ما بين الساتس وبعضها او ما بين الوحدات التدريبيه وبعضها. انا لعبت النهارده رجلين فانا محتاج 72 ساعه مثلا علشان اتمرن تاني، فالراحه دي ريكفري. والاكل والنوم. نرجع تاني هنا، العجله دي علاج للناس اللي عندهم خشونه، لكن الناس اللي ما عندهمش خشونه ما يلعبوهاش. انا مش فاهم برضو يعني، هي لو علاج للناس اللي عندهم خشونه ده، لو ليه الناس الطبيعيه ما تركبش العجله؟ ما فيش اي منطق بيقول كده. ده غير ان اصلا انا لو عندي خشونه يا جماعه، اولا الخشونه دي بتبقى تاكل في الغضروف اللي بيغطي العظمه اللي عامله مفصل، جميل. التاكل ده اي فريكشن، اي حركات كتير، اي اوفر يوز على المفصل هيزوده، فدرجه الالتهاب اللي مسببه التاكل او درجه الخشونه بتاعتي اللي هيحددها دكتور، واللي هيحدد المدى الحركي اللي انا اشتغل عليه هو الدكتور بتاعي، فممكن يسمح لي ان انا اركب عجله، ممكن يمنعني تماما ان انا اركب عجله. وقال انه مش عارف ايه الاوربت تراك، مش فاكر قال ايه على الاوربت تراك، وما لعبش اللي عنده خشونه ده بيركب عجله بس ما يركبش اوربت تراك. لا، هو الابتكل ده اللي هو الاوربت تراك واحد منهم، اي جهاز بيبقى الايدين والرجلين شغالين مع بعض، في اجهزه اللود اللي على الركبه لانه هو زيرو امباكت، فاللود اللي على الركبه اللي جاي عليها قليل جدا، والمدى الحركي بتاع الركبه قليل جدا، فبيبقى افيد اصلا للناس اللي بتشتكي من حاجه في ركبتها من العجله، لان العجله المدى الحركي بتاع الركبه اللي بيمشي عليها كتير جدا، تقريبا من 180 ل 90 او من 170 ل 90، ويمكن في ناس كمان بتغلط وتتني ركبتها اكتر من 90. فطبعا لا، طبعا غلط. اللي يحدد اذا كانت العجله هي المناسبه ولا الاوربي تراك هو المناسب هو الدكتور بتاعي، لكن ما بيبقاش كلامه في المطلق كده ان العجله علاج. فاللي عنده خشونه يا جماعه ما تسمعش الكلام ده، روح للدكتور بتاعك اساله اي اجهزه او اي مدى حركي انا مسموح لي اتحرك من خلاله او فيه للركبه بتاعتي. بعدين قال التريدميل، قال حاجه غريبه جدا انا ما فهمتهاش. التريدميل انا مش بعرف اجري سبرنتات فبجري على التريدميل، جميل. هو ما بيعرفش يجري سبرنتات فهيجري على التريدميل، لكن لو بعرف اجري سبرنتات الغي التريدميل. ايه اللي اتقال ده يعني مش عارف. سبرنتات دي يا جماعه، يا اما انت بتلعب سبرنت،
يا اما انت حد مستواك ادفانسد جدا علشان تعمل سبرنتات. لكن ايه علاقه السبرنتات بالتريدميل؟ التريدميل لو هتعمل عليه كارديو، وده اصلا الهدف بتاع معظم الناس اللي بتبقى في الجيم، يا اما بيطلع عليه يسخن، وده يعني حاجه بسيطه جدا لود قليل، يا اما بتعمل الكارديو عليه اللي هو التمرين بقى اللي هتحرق بيه دهون وهتزود بيه الكفاءه بتاعه الجهاز الدوري التنفسي، الكارديو فاسكولار انديورنس. ف مش عارف، السبرنتات مش هتعوضه يعني، لان السبرنت الشده بتاعته عاليه، فاحنا بنحرق فيه ايه؟ جلايكوجين. لكن انا لو هدفي ان انا احرق دهون، فانا محتاج شده قليله اللي هو يا دوب تتعمل على التريدميل. مش عارف، مالكش دعوه بقى بتكلم على مين، اسمع الكلام وخلاص. خلينا نشوف الناس بتقول ايه وبعدين نرجع للي قاله. هو مين اللي انت بتتكلم عليه؟ ما يعني عديها، معلش يا اسامه هبقول لك بعدين. عزت، انا مش فاهم الناس اللي جابوه دول، ما جابوش حد بيفهم ليه؟ بص، ما انا برضو يعني هنتكلم في الموضوع ده، لانه البرامج يا جماعه اللي هتتكلم في اي مواضيع، زي ما بتدور على اشهر دكتور عشان يتكلم في الطب، واشهر مش عارف ايه ايا كان بقى، سياسي، حد في الاقتصاد، ما هو المدربين برضو لازم نتاكد منهم، لازم نطمن من معلوماتهم. هما بقى التانية اللي اعتبرت نفسها اصلا مدربة وتكلمت، يعني دول هعذرهم شوية لان هما مش فاهمين قوي في الرياضة، فبيجيبوا حد هو شكله كويس او مدرب حد مشهور وبيتكلم. فالاعداد يا جماعة، يعني البرامج دي لازمها اعداد اقوى من كده الحقيقة. معلومات غنية حبيبي يا محمد، حبيبي يا عمر، حد يقول لي لا مش هقول لك انا بتكلم عن مين. احمد ابراهيم يقصد هيد تريننج، يقصد ايه بالهيد تريننج؟ اي جزء السبرنتات قصده هيد تريننج فيها؟ لا طبعا، لو قصده هيد تريننج يقول هيد تريننج. الهيد تريننج ده يا جماعه الاتش اي اي تي اللي هو الهاي انترفال انتنسيتي تريننج. الهاي انترفال انتنسيتي تريننج طبعا ده المستوى متقدم جدا من الناس، لانه الانتنسيتي بتاعته عاليه. فالانتنسيتي بتاعته عاليه دي معناها لو بشيل اوزان بشيل اوزان عاليه، لو بعمل كارديو بعمل كارديو بشدة عالية اللي هو الهارت ريت بتاعي بيعلى. السبرنتات دي حاجة بنسميها بلايومتريك تريننج. البلايومتريك تريننج ان العضلة بتعمل اقصى انقباض في اقل وقت، ودي حاجة ادفانسد جدا. يعني قبل ما اعمل بلايومتريك تريننج لازم اتأكد ان عضلتي قوية جدا جدا وفليكسبل جدا، فيها الاستيسيتي عالية جدا، وده بياخد وقت. يعني لو انت مبتدئ مش اقل من 3 شهور علشان توصل لدرجة من قوة العضلة والالاستيسيتي اللي فيها او المرونة اللي فيها، علشان تلعب بلايومتريك ما يجيلك من غير ما يجيلك اصابه يعني. فالنتينا بشكر الصفحه جدا، شكرا يا فالنتينا، منور يا دكتور اسلام حبيبي، انا كمان والله وحشني جدا. المهم الراجل قال لي ايه، سوري، المذيعه قالت له ولازم اعمل ستريتشنج، يعني هما لسه بيتكلموا في الورم اب، فالمذيعه قالت له لازم اعمل ستريتشنج. قام يقول لها ايه بقى؟ قال لها لا، ده في اخر التمرينه، كان لازم حضرتك توضح اي نوع من الاسترتشات اللي انت تقصده، لانه في ستريتشنج اول التمرينه. لو انت قصدك الاستاتيك ستريتشز ان هو في اخر التمرينه، صح جدا صح جدا، لكن برضو لسه في ستريتشات دايناميك لازم تتعمل قبل التمرين او في فتره الورم اب لازم يعني. المهم فقالت له بس انا لما بلعب سكواش لازم اعمل ستريتشات. قام يقول لها ايه بقى؟ ايوه ده علشان انا بمد ايدي كده في السكواش. طب وانت في تمرين الجيم يعني ما بتعملش كده؟ فما قال لها ايه بقى في الجيم؟ لكن لو انا بلعب النهارده مثلا دراع، فانا بسخن كده دراع كده، وما قال فقال لها بوكسنج يعني مثلا دراع، ايه اللي انت قلته ده؟ ايه اللي انت قلته ده؟ يعني ايه اعمل بوكسنج علشان اسخن دراع؟ ما الكلام ده احنا لسه عاملين في فيديو في من شويه يا جماعه، من فتره. البوكسنج والكروسفيت المطين اللي بقينا بنشوفهم في كل الجيمات، لو حضرتك مش سيرتيفايد بوكسنج او حد اكاديمي، يعني مش مجرد لاعب، مش كل لاعب يا جماعه ينفع يبقى مدرب. ده انا بشوف ناس حتى ما عندهاش فكره عن مع عمره ما لعب، عمره ما لبس جلوفز يعني مع مدرب، لبس كده يعني مع اصحابه وبقى بيدرب ناس بوكسنج. ده البي عايز يسخن اصلا بوكسنج، ما اعرفش ازاي يعني، معرفش. حركة البوكسنج حتى لو شادو بوكسنج دي اخطر من ان انت بتضرب في حاجة.
الشادو بوكسينج محتمل لو حد مش بروفيشنال بيعلمك، محتمل ان انت تفرد كوعك كده 180 درجه فجاه فتتملخ، يعني حاجه خطيره، حاجه مش اي حد هيعرف يعملها، مش نعملها في وورم اب اكيد لا. يعني عموما الصح ايه في الموضوع ده يا جماعه؟ الصح ان احنا عندنا نوعين من الاسترتشات، دايناميك ستريتشز اللي هو بالحركه زي كده مثلا، او بحط ايدي على حاجه وبعدين احركها كده لو انا هعمل ستريتش للتشست مثلا، وفي ستاتيك ان انا بفرد كده واثبت، او حد بيمسك دراعي ويثبت. وحد بيمسك دراعي دي قلنا ان هو لازم يبقى حد فيزيشن، حد فيزيكال اسف فيزيوثيرابيست يعني، لكن مش مدرب اللي المفروض هو اللي يعمل الاسترتشات السلبيه دي. المهم ان الاستاتيك وانت ثابت كده بتاخد على الاسترتش وتقف عليه، ده اللي بيجي بعد التمرين. لكن قبل التمرين لازم في الورم اب بتاعي يبقى فيه جزء للدايناميك ستريتشز. جميل. اما موضوع التسخين اللي هو قاله، مفيش حد بيسخن ببوكسينج خالص. التسخين بتاعنا بيبقى ثلاث حاجات، بنسخن الكارديوفاسكولر السيستم بتاع الكارديوفاسكولر اللي هو الجهاز الدوري التنفسي على اي جهاز كارديو، مش لازم حتى جهاز، ممكن وانا واقف بجري في مكاني، حاجه في التراك، هنط حبل، حاجه كده الانتنسيتي بتاعتها خفيفه ترفع لي الهارت ريت. ليه برفع، ليه قصدي ان انا اقول ارفع الهارت ريت؟ لانه رفع الهارت ريت معناها ان القلب بدا يضخ دم كتير للجسم كله، وبما انه هيضخ دم كتير للجسم كله فالمفاصل يبدا الساينوفي ليكويد اللي هو السائل الزلالي اللي جوه المفصل يلين، علشان حركة الجوينت اللي هو المفصل تبقى سلسة وما يحصلوش إصابة، وتبدأ العضلات كمان تاخد الالاستاسيتي بتاعتها اللي هي المطاطية بتاعتها علشان ما تتمزقش لو هي باردة. فأنا عملت كده الكارديو، وبعدين هبدأ أعمل دايناميك ستريتشز علشان أدي للجوينت بتاعتي أو المفاصل بتاعتي المدى الحركي الكامل بتاعها اللي هتشتغل كلها، وكمان العضلات بتاعتي اعودها ان هي بقت فيها الاستاسيتي، اتاكد ان هي بقت مطاطيه وبتعرف توصل للطول الاخير بتاعها وترجع تاني. لان وقت التمرين لما بيحصل الانقباض العضلي، فالانقباض العضلي ده ان العضله الفايبرز بتاعتها بتدخل جوه بعض، حاجه اسمها اكتين وميسين بيدخلوا جوه بعض، ده محتاج اطاله في العضله، فاتاكد ان هي اخذت اطالتها الطبيعيه من غير ما تريح، لانه الاستاتيك ستريتشز بترخي العضله، علشان كده بنعملها دايناميك في اول التمرين. فده الصح بتاع النقطة دي. خلينا نشوف الناس قالت ايه ونرجع تاني للقاء الشيق ده. ده اقتصاد، هتدخلوا بقى الرياضة في الاقتصاد؟ ياسمين مش قصدي، انا قصدي ان الناس زي ما بتجيب خبراء اقتصاد تجيب حد بيفهم في الرياضة، مش اي مدرب يعني عنده عضلاته خلاص. ايمن الجهري، المقبول عند الحرق الفعالية بعد التمرين الحديد كام؟ السؤال يا جماعة نسيت اقول لكم، يا نكتب فرانكو عرب يا اما نكتب كله انجليش، لانه لما بنكتب كلام عربي وكلام انجليش الجملة بتتلخبط ما بعرفش اقراها. فواضح ان انت بتقصد الهارت ريت المقبول عند الحرق بفعالية مع تمرين الحديد. تمرين الحديد او تمرين الاوزان او تمرين المقاومات يا جماعة مش بيتقاس بالهارت ريت، بيتقاس بالوزن. هبة طارق، هاي هاي هبة. محمد أسامة، طب الاسترتشات دي ليها علاقة بشكل العضلة بعد كده؟ أبدا. حلو قوي السؤال ده، أبدا الاسترتش ملوش علاقة بشكل العضلة، لا هيطولها ولا هيكورها ولا هيركزها ولا هيعمل أي حاجة. الناس اللي بتعمل استرتش وهي بتتمرن بوزن ده غلط، والناس اللي بتعمل استرتشات بهدف ان هي تغير شكل العضلة مش هيحصل. أحمد إبراهيم، هل في محاضرة أناتومي كينيسيولوجي قريب؟ لو في احمد ابعت لي البيانات بتاعتك على الماسنجر، على في دي ام يعني على البيج، وانا هبعت لك اول ما نحدد محاضره الاناتومي والكينيسيولوجي. عايز الاسم بالانجلش، الايميل ورقم الواتساب. منال صالح، لك كل احترام، ربنا يخليكي، الله يحفظك، الف شكر. الحلقه عن الميديا والبرامج والمعلومات الخاطئه للضيوف. شكرا يا عم علي، شكرا للاضافه. ياسمين، بليز ارفع الفيديو ده بعد لما تخلص علشان عايز اعمل له شير. طبعا طبعا كل اللايفز بتاعتنا جماعه بسيفها على البيج. امير كاتلر، يا دكتور انا لسه مش دكتور يا جماعه الحقيقه، يعني انا اسف والله لو الموضوع فيه احراج ليكم، بس يعني ادعوا لي يمكن قريب ان شاء الله، بس كابتن او حجاج ده كله كوم. ولما قال لها لازم كل يوم نزود سرعة التريدم، ما أنا لسه جايلك، أصبر ده أنا لسه جايلك، وكأن الموضوع معتمد
على السرعه وملوش اي علاقه بالاتش ار بالهارت ريت. جاي لك. المهم بعد كده قال لها اهو بزود درجه انكلاين كل يوم. انا مش عارف ليه، انا الحقيقه مش عارف ليه. يعني حضرتك لو بتعمل ورم اب، فالورم اب هدفه الحاجات اللي احنا قلناها، احنا يا دوب بنسخن الجسم، فان انت ترفع درجه انكلاين ولا ما ترفعهاش مش هتفرق في اي حاجه. اما لو بتعمل كارديو فخد بالك ان الانكلاين اللي بتتكلم عنه لو زاد كتير وعملنا تمرين طويل مده طويله بانكلاين عالي ده بيأذي الركب بجد. اما برضو نقطه ان انا ازوده درجه كل يوم مش مفهومه ابدا، فيعني يا ريت لو حد يعرفه يا جماعه يفسر الموضوع ده يمكن هو صح. المهم بعد كده قال حاجه بقى عالميه، قال خلصت بقى العشر دقايق ووصلت لاقصى حاجه في السرعه ابدا ازود في الوقت. يعني هو عايز حضراتكم تثبتوا 10 دقايق كل يوم، وكل يوم ترفع الانكلاين شويه، فلما ترفع الانكلاين ويتقفل خلاص وتوصل السرعه لاقصى سرعه تقعد بقى كل يوم برضه تزود السرعه، فلحد ما تجري بقى سبرنتات الوقت بتاعك كله. بعد كده بقى ال 10 دقايق يبقى 11 دقيقه، وبعدين 12 دقيقه، وبعدين باقصى سرعه. هو قال كده. انا مش فاهم يعني ايه اقصى سرعه؟ انت عارف الفرق ما بين الاقصى سرعه وما بين السرعه العاديه بتاعت الكارديو ولا لا؟ اقول لك انه الطبيعي الكارديو لازم يقعد وقت طويل على الاقل 20 دقيقه علشان نقول احنا هي بدانا نحرق من الدهون. علشان تقعد 20 دقيقه بتعمل كارديو من غير انتنستي، من غير ما تحتاج لراحه، ده محتاج ايه؟ ان الشده تكون قليله، ما ينفعش تكون الشده عاليه جدا. انت مش محتاج، انت مش هينفع ما تاخدش راحه لو الشده عاليه. وانا بقول لك لا ما ينفعش تاخد راحه علشان نفضل نحرق من الدهون. فده معنى كده ايه؟ انك ما ينفعش مثلا تجري سبرنتات لمده نص ساعه، ما حدش بيعمل كده. ولا يوسين بولت نفسه هيعرف يعمل كده. تمام؟ فكل ما زادت الشده اللي هي سواء وزن ولا سرعه، كل ما قل الوقت، كل ما احتجت كمان بريك، احتجت ريست، احتجت راحه. فانا مش فاهم يعني ايه توصلوا لاقصى سرعه، وبعد كده بقى تبدا تزود الوقت. يا جماعه الموضوع ما بيتحسبش كده خالص. ما بيتحسبش كده خالص، موضوع الكارديو احنا لو هنلعب كارديو لوحده فاحنا بنبدا بوقت قليل بشده ونثبت الشده بتاعتنا، لان الشده دي هي اللي بتتحكم احنا هنحرق ايه. لو عايزين نحرق سكر اللي هو لو قليل هنحرق عضلات، نجري بقى سبرنتات عاليه. لو عايزين نحرق من الدهون لازم ما تبقاش سبرنتات، تبقى شده قليله، مشي سريع شويه او جري جوجنج، المهم يبقى الشده قليله اللي تمكنني ان انا افضل في المجهود ده على الاقل 20 دقيقه. زي ما معظم مش بس معظم الكتب قالت ده المنطقي، لانه جرام ال الفاتس بيديني 9 كالوريز، الكالوريز اللي جايه من الفاتس بتديني انرجي عاليه قد كده، ففي ال 20 دقيقه الاولانيه دي انا يا دوب بدات احرق كام جرام يعني من الدهون، قليلين جدا. فعلشان كده احنا بنقول لازم الشده تبقى قليله والوقت اقل حاجه 20 دقيقه. فموضوع السرعه اقصى سرعه ده انسوه خالص، كانكم ما سمعتوش، مش حاجه اسمها كده. دخل بقى في نقطه مش عارف ايه اللي دخلوا فيها. قال لك لو عندي دراع اكبر من دراع، الناس بقى لما بتتمرن بيبقى عندها دراع اكبر من دراع، ثانيه كده، يبقى عندي دراع اكبر من دراع، فاللي عنده دراع اكبر من دراع يعمل ايه بقى؟ يلعب على الدراع 12 عد 10 عدات والدراع التاني 15 عد. اللي هو الضعيف بقى هتلعب عليه 15 عد. انت عارف ده معناه ايه يا معلم؟ انا مش هيكبر، مش هيكبر في سنته. ليه؟ علشان احنا بنقسم الاهداف بتاعتنا من العضله على حسب التكرارات اللي بنلعبها في كل مجموعه. يعني لو التكرارات بتاعتنا قليله جدا يعني من 4 ل 6 عدات، العضله ما بتكبرش قوي بس بتبقى قويه جدا. طب لو عايز اكبر العضله بلعب عدد متوسط من 8 ل 12 عد. السبب ايه يعني محتاج تفسير اكتر، ممكن نقوله في اللايف الجاي لانه الاسباب فيسيولوجيه قوي. المهم انه لو عايز اكبر العضله بلعب من 8 ل 12 عده. طب لو عايز ادي العضله تحمل من 15 عده وانا طالع، فانت لو لعبت 10 عدات على العضله الكبيره فانت بتكبرها اكتر، بتساعدها ان هي تكبر اكتر، ولو لعبت 15 عده على العضله الصغيره انت بتساعدها ان هي يبقى فيها تحمل بس مش هتكبر زي التانيه. فهتلاقي اخر الموضوع ايه؟ ان الكبيره بتكبر اكتر. فيسيولوجي. هو جاب سيره الفيسيولوجي بعد كده، يعني انا مش عارف بقى يعني الفيسيولوجي اللي هو يقصده بتاعنا ولا فيسيولوجي تاني مش عارف. المهم ان الفيسيولوجي بيقول اللي انا قلته ده. انما الحل يا جماعه في الناس اللي عندها دراع اكبر من دراع في مدرستين.
واحده بتقول ان انا هزود مجموعتين مش عدات علشان افضل في نفس الهدف، ازود مجموعتين بنفس العدد اللي لعبته التانية مع دي، يعني هلعب مثلا اربع مجموعات كده في 10 وبعدين اسيب اليمين واجي على الصغيره الشمال العب مجموعتين تانيين في 10 عدات بس برضه، لانه الهدف من اي تمرين بالنسبه للفايده اللي هتيجي على العضله متوقف على ايه؟ على العدات، على العدات. فالعد لو لعبت دور 6 عدات ودور تاني 15 عده، ده هدف وده هدف تاني خالص. فالصفه اللي اكتسبتها العضله دي غير الصفه اللي اكتسبتها العضله دي. فالحل تاني المدرستين، مدرسه بتقول ان انا ازود مجموعتين، ومدرسه تانيه انا بميل لها اكتر الحقيقه، ان انا افضل بنفس الطريقه وبشيل الوزن اللي تقدر تشيله الصغيره اللي هي الضعيفه لحد الاثنين ما يبقوا زي بعض. اللي قبل كده، اللي قبل المرحله دي، لازم اعمله ان انا اروح لدكتور مخ واعصاب يتاكد لي ان العصب اللي بيغذي العضله ده صحيح ما فيهوش مشكله، لانه ممكن يكون كل المشاكل بسبب ان العصب مش بيغذي العضله كويس، في مشكله في العصب. فلو حليت المشكله دي مشكله هتتحل. او انه المدرسه الثانيه اللي انا بصراحه بشتغل بيها، ان انا بمشي الاثنين على قوه الضعيفه لحد ما الضعيفه تحصل القويه، يبقى الاثنين في نفس الحجم او في نفس القوه على حسب المشكله فين. ليه بقى؟ علشان موضوع، فاكرين زمان كان في فيلم بتاع فيروز وانور وجدي، لو انا اخد حته جبنه نحطها على الكفه دي، الكفه دي الطب، وبعدين نحط هنا الكفه دي الطب، تقعد بقى تجري ورا دي تكبرها تلاقيها اكبر من دي، تقوم لعب لها مجموعتين تلاقيها اكبر، فدوشه. صح؟ او يعني الافضل اللي انا بفضله ان الاثنين يمشوا مع بعض. طيب قال حاجة، قال لك الاوفر ستريتشنج، ما قالش اوفر ستريتشنج، قال الناس اللي بتلعب تشيست وبتنزل لحد هنا ده بيعمل ايه بقى باللفظ اللي هو قاله؟ قال لك ان هو بيحط حمل على الكتف عالي قوي، كتف هتلاقيه مولع نار، احنا لو كشفنا عليه كده هنلاقيه مولع نار كده مولع. فهو قصده ايه؟ ان الحركة دي بتأذي الكتف. الحقيقة ان هي مش هتأذي الكتف، هتأذي التندن بتاع البكتراليس ماينر اللي هي ورا الميجر، او ممكن تأذي الكتف يعني في الاربطة اللي في المنطقة دي، فهنعديها مفيش مشكلة. ممكن تأذي حاجة هنا في الكتف. طيب وبعدين قال ايه بقى؟ في نفس البق. علشان كده تلاقي واحد بتاع كمال اجسام صدره قد كده، اسف، كتفه قد كده وصدره مخفي لجوه. ايه اللي انت قلته ده؟ يعني ايه اللي انت، المذيعة فهمتها اصلا انه لما يلتهب يورم فبيبقى كتفهم كبير علشان كده، لانها فعلا مش مفهومة ايه اللي انت قلته ده. يعني هو غلط ولا صح؟ ما هو لو بيكبر الكتف يبقى التمرين صح بس غير موجه، لو بيعمل اوفر ستريتشنج يبقى مش هيكبر الكتف، يبقى هيأذيه. يعني الصح ايه يا جماعة؟ الصح ان احنا فعلا مش بننزل قوي كده علشان التندن بيبقى عليه شد، الوتر بتاع العضلات اللي هنا بيبقى عليه شد عالي فممكن يتمزق بس كده. وقال لك تلاقي بقى صدره كتفه قد كده وصدره مخفي لجوه، دهبل ده مش فاهم حاجه. هو قال كده، هو قال ان اللي عامل كده دهبل مش فاهم حاجه. اقسم بالله هو قال كده، هو قال على الراجل بتاع اللي بيتمرن وبينزل لحد هنا لحد ما كتفه يبقى كبير وصدره مخفي اهبل مش فاهم حاجه. ماشي يا سيدي، خلينا نشوف اللي اتكلموا ونرجع له تاني. آيات، أنا للأسف عمري ما لعبت رياضة، ولما رحت جيم مقارنة بمعلومات اللي في الصفحة هنا أنا كده كنت في مصمت مش جيم. لو سمحتوا ممكن معلومات أكتر للناس المبتدئة بس مش المحترفين. يا آيات أنت لو رجعتي بقى الفيديوهات من الأول خالص هتلاقينا بنكلم الناس المبتدئة أكتر من المحترفين، بنكلم الناس اللي بتتمرن أكتر ما بنكلم المدربين. فقلبي كده في الفيديوهات القديمة، لو عندك أي أسئلة برضو بعتلنا. محمد أسامة، أصل حد بعتلي صورة لواحد ظهر نص اليمين مش زي الشمال وبيقول لي ده سبب الاسترتشات أو ما بيعملش استرتشات، ولا قبل ولا بعد. لا، لو في يا جماعة مشكلة في جنب عن جنب، ما بتبقاش المشكلة في الحجم، ما بتبقاش المشكلة الأساسية في الاسترتشات. الاسترتشات قلتها بتعمل posture deviation اللي هو انحرافات قوامية، يعني اللي عنده scoliosis واللي عنده kyphosis اللي هو التقعر والانحناء بتاع الظهر، اللي عنده forward head، اللي عنده rounded shoulder، الحاجات اللي هي ليها علاقة بالجسم بتاعك بالقوام بتاعك، الانحرافات بتاعت القوام دي هي اللي ممكن تيجي بسبب قلة الاسترتشات، او ان في عضلة فيها tightness وفي عضلة
ضعيفه قوي فدي بتشد دي ناحيتها، لكن ان عضله حجمها اكبر من عضله، ما هو اللي بيعمل استرتشات اكيد مش بيعمل استرتشات لليمين وما بيسيبش، مش بيعمل للشمال يعني، فاكيد لا طبعا. الاسترتشات الثابته قبل التمرين بتقلل من القوه، الاسترتشات الثابته قبل التمرين بترجع الجسم لحالته الطبيعيه قبل الاحماء، دي مشكلتها. فبعد الاسترتشات محتاج تسخن تاني بقى. لكن التمرينات الاسترتشات الحركيه اللي هي دايناميك ميزتها ان هي بتعمل لك الهدف بتاع الاسترتشات اللي هو ان انت تزود المطاطيه بتاعت العضله وتديها طولها الكامل بس من غير ما تبردها وتفضل سخنه معاك علشان تبدا تمرين بيها. افضل شهادات معتمده كمدرب شخصي او مدرب كمال اجسام يا عاطف، ممكن ارد عليك في مسج علشان دي لها علاقه ببراندز، فخلينا في المسج اكتر اوضح لك القصه، قصه برضو طويله نوعا ما. مصطفى موسى يا عالمي حبيبي يا مصطفى، انا مستواي متقدم اقدر اغير في اشكال التمرينات كل اسبوع مع العلم اني بمشي على سبلت ثابت وبغيره كل فتره طويله. انا مش فاهم السؤال قوي، بس انت لو قصدك ان انت عايز تغير البرنامج كل اسبوع فلا طبعا، على الاقل تقعد 3 اسابيع لان العضله محتاجه ان هي تتعود على حاجه، علشان ما تتعودش على اللي قبله. يعني انت علشان تكسر برنامج معين انت بتقعد مثلا انا اكتشفت برنامج معين بيجيب احسن نتيجه معايا في جسمي كل 6 اسابيع، لان دي اقصى فتره، كل ست اسابيع لازم اقطع باسبوعين على الاقل او 3 ببرنامج تاني. لكن كل اسبوع الجسم محتاج يتعود علشان يديلك نتيجه، لازم يحصل له تعود على الحمل اللي انت مديهوله، سواء شكل تمرينات او الاوزان، في شده الاوزان يعني ولا اي حاجه. يا علي بقى أهمد. خالد يونس، يا ريت لو في ورشة عمل قريب، لو في أجازة نص السنة عايزين نستفيد أكتر، أنا كنت معاك في CFT في الأولمبية وعايز أستفيد منك أكتر. حبيبي يا خالد، قريب جدا إن شاء الله، قريب جدا يا جماعة هنبدأ الكورس الكامل بقى، مش بس وركشوب لكل موضوع، كورس كامل عشان يطلع لنا بقى مدربين كده صح إن شاء الله. محمد حسن، أنا بقالي 20 سنة بتمرن والكرش ما بينزلش، اعمل ايه تنصحني اعمله؟ اهتم باكلك واتمرن. انا ما اعرفش انت بتتمرن ازاي، تمرينك لازم يكون في اتجاه ان انت بتزود عضلات وتمرين كارديو، يعني انت تاخد سيشن تزود فيها العضلات، تمرينات بقى من 3 لـ5 مجموعات من 8 لـ12 عده، عضلتين في اليوم، وبعدين تمرينة كارديو على الاقل نص ساعه مثلا على حسب. يعني انا بقول نصايح كده عامه يا جماعه، لكن الافضل ان هي ما تبقاش نصايح عامه، الافضل ان انت تشوف مدرب يكتب لك برنامج، لانه في غلطه 20 سنه بتتمرن ومفيش نتيجه، في غلطه كبيره قوي لازم تتصلح. خدوا بالكم كمان انه قله الاكل لما تزيد قوي انت ممكن تتخن، فعلشان كده بنقول ناس متخصصه تعرف الحاله بالظبط وتعرف تفاصيل حالتك علشان تعرف تحط لك برنامج مناسب ليك. منال صالح، ربنا يخليك، نص مصر بتجري باصابات، نصيحتك في اهميه التسخين والاسترتشات بعد الجري، وايه اكتر حاجه تخدم في الاستشفاء بعد التمرين، هل ساونا ولا سباحه ولا مساج؟ الحقيقه ان اكتر حاجه بتعمل ريكفري او استشفاء يا جماعه بعد التمرين هي الراحه، لان الناس يعني مبسوطه بالحمل فعماله بتدي حمل 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 وما بتريحش خالص، فلو ادينا راحه شويه هنتجنب الاصابات. وطبعا الاكل، ناس كتير قوي ما بتهتمش بالاكل، محتاجين نهتم بالاكل اكتر عشان هو اساس الريكفري. انما الساونا تاثيرها ضعيف جدا، السباحه ما هو حمل برضو، لو انت مش سباحه يعني السباحه بالنسبه لك استرخاء، ما هتعمل لك حمل زياده. المساج كل فتره هيساعد بس مش هو الاساسي. بتضحك مش عارف ليه. محمود حسن، ليه الاحباط ده مني؟ مين عم جديد؟ انا مش بحبطك لو تقصدنا، لو حد بيحبطه ما بحبطوش يا جماعه. طيب ما ثانيه كده، محمود حسن مين؟ عم حماده. انا اسف يا جماعه، باشا بعت لي وانا هقول لك تعمل ايه. انا اسف يا جماعه، ده طلع حد يعني مهم جدا.
20 سنة بتتمرن مين يا عم محمود؟ أنا عمري ما شفتك بتتمرن. تنس قلبه، تنس قلبه. بص اتكتب علينا يعني اللي عنده تنس قلبه. مش عارف اقول لك ايه الحقيقة، بس هو مشكلة التنس قلبه يا جماعة بتبقى اوفر يوز وعدم استرتشات كفاية. هو اوفر يوز في المقام الاول، اوفر يوز. الولاد بيطحنوا تمرين تنس او غير التنس، لو ناس تانية في الجيم بتعمل تمرينات معينة بتحط اللود من غير ما تدرس الراحات اللي في النص. يعني احنا لو بندي لود مثلا على الكوع النهاردة في تمرينة التشست، ما ينفعش تاني يوم العب تراي. ادي كوعك فترة يريح واعمل استرتشات كفاية. لو عندك تنس قلبه حله مع دكتور، ملهاش بقى كلام، لانه ده كرونيك انفلاميشن، التهاب مزمن، فلازم دكتور هو اللي يتدخل. يعني انت كنت نزلت ما تخليني ساكت. ما هو انت قلت لي انا عايز اتمرن يعني، وانا قلت لك لا يا عم حماده انا هجي لك قريب، هجي لك وهنتمرن. انا اسف يا جماعه، انا اسف يا جماعه. التليفون هنك. بس 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 يا عم. طيب انا اسف. السيركت محتاج فترات راحة على حسب السيركت تريننج يا جماعة. خدوا بالكو انه ساعات الناس مش بتعمل شخص واحد مع بعض لوحده، بيعملوا مجموعة مع بعضها. فخد بالك من الفروق الفردية، انه في ناس ممكن تتعب لانها مش مؤهلة او مش بتتمرن بقالها فترة طويلة، ممكن تتعب بعد تاني مجموعة مع بعد تاني تالت تمرين. وفي ناس ممكن تكمل اتنين سيركت من غير ما تتعب. فالسيركت تريننج خد بالك ان انت بتحط ناس مستواها واحد، وحط الهدف بتاعك قبل ما تدخل التمرينة. انت عايز منه ايه؟ فات بيرنينج، لازم تقعده على الاقل السيركت الواحد، السيركل الواحدة تقعد 3 دقايق وبعدين راحة صغيرة ما تكملش الدقيقة، وبعدين تدخل تاني سيركل. بس التمزق الشديد في رباط الكتف الامامي، هل حله الراحة التامة ام العلاج الطبيعي؟ يا جماعة تمزق يعني إصابة، إصابة حلها مع دكتور مش مع مدرب. لازم نركز في الموضوع ده، إصابة حلها مع دكتور مش مع مدرب. بعد الدكتور ما يقول أنا خلصت شغلي روح لمدرب. محتاجين كورس كامل حمدي عناية قريب جدا، هو جاهز خلاص فقريب جدا هنعلن عنه. مصطفى ثابت، هو البرنامج ثابت؟ أنا أقصد لو مثلا بلعب تمرين بوش أقدر أغير كل أسبوع في التمرين، يعني اسبوع العب للقوه واسبوع بعده. يعني ايه بلعب تمرين بوش واسبوع بعده للكثافه؟ مش فاهم اي حاجه، مش فاهم يا مصطفى والله، يعني حاولت افسر اكتر. ليلو سليمان، العب عقله مظبوط ازاي كوتش؟ العقله يا جماعه متوقفه على حاجتين، قوه عضلات السحب اللي هي زي اللات بول داون، ان انت في اللات بول داون بتشيلي وزن تقيل قريب من جسمك، والوزن ان الوزن وزن جسمك خفيف على دراعك بس، فهتخسي وتقوي دراعك او تقوي يعني عضلات السحب كلها. في حاجه قريب للاناتومي، قريب جدا يا كيلاني هنعلن عن اي محاضره او كورس هيتعمل، بس احنا لسه الحقيقه ما قررناش ميعاد. سكليوسز عضلات ايه اللي بتتأثر فيه؟ دكتور يا جماعة انحرافات قوامية مشاكل اصابات، دكتور مش مدرب. علشان انا في الاخر لو قلت لك العضلات اللي بتأثر في السكليوسز انت هتروح مش هتعرف تتمرنها لوحدها، لان محتاجة تمرينات الفيزيوثيرابي يا جماعة بتبقى ايزوليتد بجد، والايزوليتد اكسرسايزز مش اي حد هيعملها وخلاص. فانا ما اقدرش الحقيقه اشيل مسؤوليه ان انا بقول اي معلومه ليها علاقه بالفيزيوثيرابي هنا وتروح انت تعملها غلط. الهدم العضلي في الجيم زي الهدم العضلي في الملعب، يعني استخدام مكملات معاه او ايه الافضل للعيبه الكوره؟ المكملات الغذائيه اللي هيحدد مين اللي ياخد مكملات غذائيه وياخدها قد ايه دكتور التغذيه او اخصائي التغذيه، ما ينفعش من بعيد لبعيد كده. الهدم العضلي يحله مكملات، مفيش حاجه اسمها كده. الهدم العضلي مش بس معناه انه اكله مش كفايه، ممكن يكون التمرين هو اللي حمله زياده على الولد. ف مكملات ما ينفعش حد يقولها لك عن بعد، لازم اخصائي تغذيه.
الكورس تفاصيله هتنزل مع الاعلان بتاعه. بوش بول ليج سبلت. طيب مالهم بقى؟ انا يعني فسر السؤال كله في مسج واحده يا مصطفى عشان افهمه. نرجع تاني للقاء الشيق اللي كان حاصل واتقال فيه كميه حاجات غلط مهوله. بعد كده المذيعه سالته يعني هو الكتف لما يلتهب يكبر؟ توه بقى ام توه؟ قال لها، قال لك ايه بقى، عندنا في مصر حاجه صغيره كده في علم الفسيولوجي او حاجه بسيطه مش عارف قال كده ايه، في علم الفسيولوجي الرياضي اعمل حاجه اسمها العزل العضله. محدش بقى من اللي قاعدين كلهم فهم ايه العزل العضله ولا انا، يعني اعمل كنترول عضلي عقلي. يعني هو قصده ان العضله وانت بتتمرنها ما تنزلش قوي علشان تعرف تركز. ف مش عارف ايه عقلي اخلي عقلي يركز في العضله، فخلي عقلي يركز في كتفي مش في صدري مش في كتفي وانا بلعب. فالمشكله بقى اتحولت، ما بقتش ان انت بتنزل للاخر، بقت المشكله في مخك اصلا. فانت عايز تكتشف على مخك لان انت ما عندكش كنترول عضلي عقلي. فانت لو عندك كنترول عضلي عقلي هتعرف تخلي صدرك كبير، ما يبقاش كتفك قد كده وصدرك مخفي لجوه زي ما قال. مش عارف هو قال ايه. وبعدين بقى دخل في حاجه تانية خالص، الناس بقى اللي هو ايه، لو ما عندوش كنترول عضلي عقلي فتلاقيه بيزعق بقى ويجعر في الجيم. برضو ما فهمتش ايه العلاقه. المهم دخلوا في سؤال تاني خالص، قالوا له طب الستات اللي بيطلع الستات، قالت له انا ما بروحش الجيم وجوزي مش عايز يوديني الجيم ومش عارف ايه علشان الستات هو ممكن الستات يطلع لهم عضلات زي الرجاله بيبقى عضلات كده؟ فقال لها دي واخده هرمونات. صح جدا، صح اخيرا الحمد لله قال حاجه صح. قال لها دي واخده هرمونات. لما تلاقي وبرده لما تلاقي راجل صدره كبير كده ده علشان واخد هرمون انوثه. اقسم بالله قال كده. قال لك الستات اللي طلع لها عضلات كتيره دي علشان واخده هرمون ذكوره، والرجاله اللي صدرهم كبير قال كده بالظبط، اللي صدرهم كبير كده ده علشان واخدين هرمونات انوثه. مش عارف، لا وقتها جالي شلل بقى شويه، انا اسف اني بستخدم الطريقه دي بس يعني مش عارف، انا اسف. طيب الحقيقه يا جماعه ان مفيش حد بياخد هرمون انوثه، مش منطقي خالص يعني اللي انت قلته. اللي بيحصل انه في النابلز بتاعت الصدر للرجاله اللي بياخدوا هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون بكميات كبيره جدا، بيحصل لهم حاجه اسمها سيكندري فيميل كاركترستكس. ايه بقى السيكندري فيميل كاركترستكس؟ لخبطتني. سيكندري فيميل كاركترستكس بتبقى خصائص المفروض تبقى في الستات بتجيلك انت. زي ايه؟ زي مثلا موضوع النيبل ده. اللي يعرف حد من البادي بيلدرز اللي هم الكبار اللي هم بينافسوا بقى في مستويات محترفين، بعضهم او معظمهم يعني لو ما كانش كلهم عاملين عمليه اسمها الجاينو. الجاينو دي اللي هي انه النيبل بتاعته بيبقى شكلها زي الستات، فالدكتور بيفتح ويشيل البروز ده. لكن مش عارف ايه اللي قاله ده. وبعدين قال معلومه تانية بقى قويه جدا، انا ما اعرفش جابها منين ولا جابها ازاي، ان هرمون الانوثه عند الرجاله 1% وهرمون الذكوره عند الستات 1%. 1% من ايه؟ رد معرفش. بس ده بقى شغل الغرب قال كده. بس ده شغل الغرب، احنا ليه بنقلد الغرب؟ يعني الستات اللي عندهم عضلات وكده ده عشان شغلهم وده شغل الغرب، احنا ليه بنقلد الغرب؟ هو يا جماعة طيب الصح ان اللي بياخد الحاجات دي هو عارف السايد افكتس بتاعتها. الصح بس المفروض يحصل ان اللي بياخد الحاجات دي يقول انا باخد الحاجات دي اللي هي الاستيرويدز او الهرمونز علشان الناس يعني بيتهيأ لها انه ممكن يعمل نفس النتيجة اللي هو عملها من غير استيرويدز او من غير هرمونز. فبتيجي على دماغنا احنا انه يا عم انا بتمرن معاك بقالي شهر وما بقتش روني كولمان، ازاي؟ طب بلاش روني كولمان على الاقل حتى لازار. طب ازاي يا عم انت؟ ما هو الراجل اهو كاتب على الفيسبوك ان هو لو اتمرنت معاه هيزودني 15 كيلو عضلات ويخسسني 10 كيلو دهون في الشهر، انت ليه ما بتعملش كده؟ فيعني اللي بياخد هرمونز يقول يا جماعه، ما يقولش بقى كشري وبيض وتونه والجو ده. مصطفى
موسى حضرتك انا حددت برنامج ثابت امشي عليه، سؤالي لو انا مستوايا متقدم وماشي على برنامج ثابت اقدر اغير اشكال التمرين كل اسبوع؟ يعني ما انا قلت لك لا لا، لو هو ده سؤالك فانا رديت عليه، انا قلت لا، المفروض ان شكل التمرين بشدته، مش بالشده لان الشده المفروض تزيد، اشكال التمرينات بتاعتك لازم تتغير على الاقل كل اسبوعين او ثلاثه. الصح ان انت تقعد 6 اسابيع على نفس الاشكال علشان تعرف تجيب نتيجه فيها، عشان تعرف تزود الشده عليها، وبعدين تبقى تغير عشان تلاقي نتيجه مختلفه. رامي ريان، انا عندي دراع اكبر من دراع لكن الدراع الاصغر اقوى، يعني الدراع الاصغر يجيب بجيب بيه 10 عدات مستريح، لكن العضله الكبيره يا دوب بجيب 8 او 7. حلها ايه لو سمحت؟ حلها ان حضرتك الاول تروح للدكتور تتاكد ان الاعصاب كلها تمام، العصب اليمين زي العصب الشمال، لو الاتنين زي بعض وزي الفل وما فيهمش اي مشاكل حضرتك تفضل زي ما انت، بس هتلعب اسمها سوري يونيلاترال تريننج. اليونيلاترال تريننج يعني مش هتشيل بار، مش هتقعد على ماشين، هتلعب كله دامبلز او كيبلز منفصلين، كابل في اليمين غير كابل في الشمال، مش ستاك واحده وتلعب الاثنين، لانه عايز تشوف اذا كانت اليمين بتشيل اكتر من الشمال ولا الشمال اكتر من اليمين. انت بتقول ان انت عارف ان في واحده اقوى من الثانيه بس الثانيه اكبر منها، في الغالب هيبقى في مشكله في العصب او في التكنيك بتاع تمرينك، فانت هتتمرن ان اليونيلاترال بس الاثنين بيتحركوا مع بعض في نفس الوقت قدام مرايه وانت شايف الاثنين شغالين ازاي بالظبط، علشان ما يبقاش في التوقيت. ممكن لو بلعب يمين لوحدها وشمال لوحدها، يعني واحده كده واحده كده، يبقى في تغيير في شكل الحركه مأثر على الموضوع، او التيمبو بتاعك ممكن تكون بتطلع اليمين والشمال، اليمين سريعه من غير اسف بتطلع سريعه وتنزل سريعه والشمال بطيئه او العكس، ممكن تكون بتساعد بجسمك في واحده والتانيه لا، فلازم الاثنين مع بعض في نفس الوقت بس الاوزان بتاعتهم منفصله علشان تشوف التكنيك بالظبط، بس الاول تكشف. احمد ريان ده مستحيل، هو اللي مستحيل. انت قلت ايه يا ريان؟ استروجين؟ والله قال كده، قال ان الرجاله بتاخد استروجين. انت باخد يعني انت انا انت قصدك انا هي الغلطه في انا ولا باخد؟ انت بتاخد ولا انا باخد؟ انا ما باخدش استرويدز الحقيقه. لو بتسال عننا يعني محمد علي، اقصى درجات ضبط النفس عندك دلوقتي؟ لا 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 لا، انا ظابط نفسي جدا، هو انا ما اتكلمتش يعني بجد يا جماعة. لو ساعات بنفعل او ساعات يعني الموضوع يعني التمبر بتاعتي بتعلى شوية، ده بسبب ان انا فعلا متضايق، يعني الموضوع بيزيد عن حد وبزيادة جدا، والناس دي بيتفرج عليها ناس كتير جدا، انتوا بتشيلوا ذنبهم، الناس بتصدقكوا، فلازم تراجع معلوماتك 1,000,000 مرة قبل الناس ما تتفرج عليك. احنا بنعمل فيديو قد كده بيقعد 2 دقيقة، بنقعد يعني بنحضر له يومين علشان ما يعني ما نغلطش في حاجة الناس تتأذي بسببها. ياسر علاء، أنا دايما عندي وجع في كوعي بعد تمرين أسبوع أو 2 بالكتير، فلازم أريح. لازم تروح لدكتور يقول السبب بتاع الوجع إيه وبعدين إحنا نتصرف، يعني أعرف السبب وبعدين أبعت لنا ونقولك إذا كان ينفع تتمرن، ولو هتتمرن تتمرن إيه. لو سمحت ينفع أعمل برنامج تخسيس لطفل قبل البلوغ؟ برنامج تخسيس لطفل قبل البلوغ يعني لو شاب صغير قصدك، يعني 14 15 10 12 سنة، بيبقى ليه تحفظات كتير، يعني مش بنمنع اكل، بنمنع الحاجات المؤذية، جانك فود بقى، الحاجات المقلية، الشوكليتس الكتير، الحاجات دي، لكن لازم يبقى بالعقل قوي. ممكن طبعا بتعمل دايت بس اسمه تظبيط اكل، مش دايت بتاع الدكاترة، لو ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش وزبدايه الصبح وشويه مش عارف مزايا بالليل والجو ده، ما يبقاش قاسي يعني. احمد ريان، مستحيل الوصول لمستوى اللاعب كامل الاجسام اللاعب للبطولات لو قصدك من غير استيرويدز؟ مستحيل. احمد ريان، وده اللي انا بقوله للناس، انا مش عارف، خلي رسالتك واحدة يا أحمد، لما بتتقطع بتوه. محمد أبو العزم، طب لو لعبنا مجموعة زيادة على الإيد الضعيفة ممكن؟ ما أنت بتقول الضعيفة كبيرة، الحالة اللي عندك غريبة جدا، إن الضعيفة كبيرة والقوية صغيرة، فيعني وأنت بتلعب الاتنين مع بعض، فدي غريبة جدا، إلا لو كنت بتلعب حاجة
بتلعب تنس، بتلعب سكواش، بتلعب حاجة على دراع واحد مثلا، ممكن يكون بسبب كده. التدريب في الرياضات التخصصية في الجيم بتلعب على شدة قد إيه ووحدات التدريب قد إيه في فترة الإعداد وفترة المنافسات؟ طه رأفت، أنت سألت سؤال إجابته ممكن تاخد 4 أيام شرح. كل لعبة غير التانية يا طه، كل لعبة غير التانية على حسب الشدة بتاعت اللعبة وعلى حسب طريقة تمرينك في اللعبة. يعني لعيب سبرنت غير لعيب ماراثون مثلا، غير لعيب كورة، غير لعيب سكواش، كل حاجة غير التانية. يعني اللي انت بتقوله ده سؤال بيتلخص في كتاب تدريب كونديشنينج قد كده. الرومبويد تمريناتها ايه يا عمار؟ سكابيلا ريتراكشن، الحركة دي كده اسمها سكابيلا ريتراكشن. بس المهم، في بقى مذيعة تانية الناس هجمت عليها هجوم غريب جدا، برغم ان غلطاتها يا جماعه عادي، يعني ما جاتش في التاني ده حاجه. طبعا انا بهزر، تستاهل الهجوم الحقيقه. المهم، ملخص اللي قالته ان المكملات زي المخدرات، والله العظيم قالت كده، المكملات غير المخدرات. خلينا نعرف ان الحاجات اللي بياخدوها الناس اللي بتروح الجيم يا جماعه بتبقى ما بين مكملات ومنشطات، والمنشطات دي في مواد كيميائيه معينه ليها هدف معين، وفي هرمونات. فهرمونات وستيرويدز خطر جدا، زي ما وصفتها بتعصب ومش عارف ايه، هم يعني بتعصب شويه، بس هو اللي بيعصب اكتر من الستيرويدز الناس اللي بتدخل في منافسات فيزيك او بودي بيلدينج، علشان بيقطعوا ميه وملح وسكر لفتره طويله، فده اللي بيعصبهم اكتر من الستيرويدز. لكن تجمعي الستيرويدز مع الكرياتين مع الفات بيرنرز مع البروتين شيك وتقولي ان كل دول زي المخدرات، ده اكبر غلطه. يعني حضرتك كنت محتاجه بس تجهزي الكلام اللي انت بتقوليه ده، اللي هو شغل اي اعلامي بيطلع في برنامج بيقعد شويه صغيرين كده، حتى لو ما عندوش وقت قبل الحلقه بتاعته، او لو عنده فريق اعداد بيعملوا له اعداد للبرنامج للحلقه بتاعته، وبعدين بيطلع يقول الكلام اللي هم حضروه. فلو حد حضر لك الكلام ده ما تخلوش يشتغل تاني على حاجه زي دي، ما تخلوش يحضر حاجه في الرياضه. لو حضرتك اللي عملتيه بناء على خبرات شخصيه، واظن كده بالوصف اللي هي اوصفته بعد كده للشخص اللي كانت بتتكلم عنه، لانه واضح ان هي كان ناقص تقول اسمه، ما بتتكلمش في العموم، بتتكلم بتوصف واحد يعني، فما كانش ينفع بقى تعممي. لانه الستيرويدز حاجه والفات بيرنرز حاجه، الاثنين دول بيعصبوا، ممكن يعصبوا ويضايقوا، خصوصا الفات بيرنرز يمكن اكتر من الستيرويدز علشان الكافيين اللي فيها. الكرياتين معرفش ايه علاقته باللي انت قلتيه خالص، معرفش ليه ممكن يعصب الكرياتين. الكرياتين ده ماده بتساعد الجسم على، بتساعد الخلايا العضليه ان هي تفضل تنتج طاقه، معرفش ايه علاقه اللي انت قلتيه ده بالكرياتين. بروتين شيك، البروتين شيك ده حضرتك اكل مهضوم بس. اكل بروتين، يعني مش عارف، الاطفال بتاخد بروتين، الاطفال الحاجات مش فاكر كان اسمه ايه كده، سيريلاك، ده هو ده مكمل غذائي بياخدوه الاطفال والدكاتره هي اللي بتكتبه. الحاجات البروتين شيكس دي ما تفرقش كتير عن السيريلاك على فكره، كميه البروتين فيها عاليه، بس ايه اللي ممكن يعصب في البروتين معرفش. والمهم، وصفت بقى الناس اللي بتاخد الحاجات دي ان هم منفوخين على الفاضي ولا يتمتعوا بقوه، معرفش برضو جبت المعلومه دي منين، انا مش عارف. اي حد يا جماعه بيروح تمرين بيتمرن بصفه مستمره باوزان ولو كانت قليله، عنده قدر من القوه، وقدر القوه اللي عنده متناسب مع الاوزان اللي بيشيلها في الجيم او شده تمرينه عموما. فاي حد بيتمرن ده معناه انه عنده قدر من القوه، ما ينفعش نقول ان هو منفوخ على الفاضي. منفوخ على الفاضي لو اتقالت بمعنى انه حجمه ده كله مش متناسب مع الاوزان اللي بيشيلها نهضمها، لكن لا، طريقه كلامها ما كانتش معناها كده. لانه فعلا انت ممكن تلاقي واحد رفيع شويه الى حد ما بس رياضي يعني، بس بيتمرن بطريقه بتخليه يزود القوه من غير ما يزود حجم عضلي، فبيتمرن بنفس الاوزان بتاعت واحد تاني حجمه قده 3 مرات، ده وارد، بس الاثنين رياضيين. ما ينفعش نقول بقى يعني كلمه منفوخ على الفاضي دي ما تصحش. ده غير بقى بعد كده وصفته انه منظره مقرف. منظر اللي عنده عضلات مقرف ده بيبقى راي شخصي، حضرتك كان لازم تخليه لنفسك، ما يصحش نوصف اي حد في النهايه هو حد رياضي بان منظره مقرف. يعني
لا يعني كويس ان ده ادمانه او هو ده الحاجه الوحشه اللي بيعملها. كويسه جدا الراجل يعني، لا تاجر في حاجه وحشه ولا عمل حاجه حرام، فما يصحش ان احنا نقول كده. فحضرتك عايزه تنصحيه لان ذوقك انتي مش جاي على الموضوع ده، انصحيه. انا ما بدافعش، انا عن نفسي مش مقتنع ان حد لازم يكون جسمه كبير جدا كده، بس بالنسبه لي ما اقدرش اقول مقرف، ما اقدرش ابقى جادجمنتال كده، مش عارف يعني، ما اعرفش. وبعدين قالت ايه بقى؟ لو لقيته دراعه منفوخ قوي يبقى حقن موضعي بقى، يبقى ده ما بياخدش بقى الحقن عادي، ده واخدها موضعي. طبعا دي حاجه بتقول ان حضرتك مش فاهمه اي حاجه في اللي انت قلتيه خالص. يعني خالص. هسال حضرتك سؤال بسيط، ايه الفرق ما بين العضله اللي كلنا بناخد فيها الحقن واي عضله تانية في الجسم؟ ها يعني لو هي الحقن الموضعي بيعمل بيتنفخ قوي كده، ما كانت دي بقى بقت كيم كارديشيان؟ لا طبعا يعني مش للدرجه دي. الفكره ان العضله دي كبيره شويتين والبلاد بامب فيها عالي والاعصاب عميقه، فهي امنه ان احنا نضرب فيها سرنجه. لكن اللي بيضرب موضعي ويتنفخ ده مش ستيرويدز، ده مش ستيرويدز، دي حاجه اسمها سينفول. السينفول ده اللي هو بيسموه هنا في مصر بامبويز، ده زي الباتوكس اللي حضرات اللي في ناس بتحطه يعني في الوش وفي الشفايف وهنا وهنا، اللي هي البلاستيك سيرجريز دي، انه حاجه جيلاتينيه كده بتتحط في العضله بتنفخ مكانها، بلاستيك ملهاش علاقه باي حاجه، يعني لا بتزود قوه ولا بتديله نشاط ولا بتعصبه بقى ولا اي حاجه، دي بلاستيك ماده كده بتتحط في العضله تنفخها دلوقتي زي الباتوكس والفيلرز اللي الناس بتحطها بس. فالموضوع ملوش اي علاقه بالستيرويدز اللي انت قلتيه ده. وقالت ان الحاجات دي بتتعصب علشان لو مش ما اتمرنتش بنفس القدر بتاعها بتعصبك. طبعا لا مفيش حاجه اسمها كده. ولازم بقى تجري 60 ميل وتشيل 50 طن، هعتبر دي يعني مبالغه هي انت عايزه توصفي بيها انه لازم يشيل حاجات كتير يعني، بس لا برضو اتمرن ما اتمرنش، هي لو حاجه بتعصب او قاطع ملح ولا قاطع ميه هيتعصب غصب عنه وعننا. احنا ما بنعملش كده، علشان ما بنعملش كده بقى ما بنشيلش 60 ميل وتشيل 50 طن. وبص بقى على الوصف اللي جه بعد كده، هو بقى بياخده وياخد جروث هرمون جي اتش، حاجه زي مثلا كده يعني، اللي هو وياخد جروث هرمون جي اتش ويروح الجيم يسمع مزيكا ويهزر مع البنات فيتعصب ويبقى عنده كميه غضب شديده قوي. يعني انا باخد جي اتش وبروح الجيم اسمع مزيكا وهزر مع بنات هتعصب؟ يعني ده كلام مزيكا وبنات هتعصب؟ مش عارف يعني، مش عارف مين اللي مضايقك. يعني مش عارف انت بتشوفي مين عمل كده فمتضايقه منه، روحي كلمي هو. ليه بتكلمي كده على الناس كلها اللي في المجال وبتوصفيهم كلهم نفس الوصف وبتعممي اللي انت شفتيه او وجهه نظرك؟ ما يصحش، ما كانش صح يعني. كان ممكن حضرتك يعني قبل حلقه زي دي تستعيني باي حد خبير شاطر فاهم. لو هتكلمي عن الهرمونات ما تروحيش لمدرب بعد كده، تروحي لدكتور بيفهم في الهرمونات وعارف تأثيرها. لو حاجة للرياضة طبعا روح لحد يعني على الأقل مع شهادة كويسة، مش مجرد حد عنده عضلات، لأن اللي عنده عضلات معلوماته مش موثوق فيها. مش قصدي كل اللي عندهم عضلات طبعا، مع احترامي للناس كلها، قصدي انه لو مجرد ان هو لو هو ده لو هي دي الكرايتيريا اللي انت بتختاري على اساسها يعني الريفرنس بتاعك، لأ يعني عيد التفكير تاني. لازم يكون على اساس علمي. ده اللي حصل في الحلقتين دول يا جماعة، انا بعتذر تاني لو كنت خرجت عن شعوري لبعض اللحظات، ولو اني مش شايف ان انا خرجت عن شعوري خالص. انا اتكلمت بمنتهى الموضوعيه، اتكلمت في كل نقطه هم اتكلموا فيها وصلحتها، ما اتريقتش يعني. فاتمنى ان كل الناس تكون فهمت الصح، وكل الناس يكون وصل لها المسج بتاعتنا اللي هي ملخص كل اللي احنا بنعمله ده. اتاكد من اللي انت بتسمعه في اي مصدر معلومات، سواء كتاب او سوشيال ميديا او على التلفزيون، لانه مش دايما الناس اللي بتكتب ومش مش دايما الناس اللي بتتكلم بتبقى متاكده من المعلومات بتاعتها. فعلى الاقل يا اما اللي يقولك المعلومه يشرحها لحد ما يقنعك، يا اما حضرتك يبقى ليك انت ريفرنس او مرجع ترجع له موثوق فيه
او تاخد المعلومه تقعد تدور بقى على الانترنت، الانترنت يعني ببلاش، ادخل بقى دور على المعلومه دي وشوف مصدرها ايه واذا كان كلامه مقنع ولا لا، لكن مش اي حاجه هتتقال هنسمعها على طول. ونصيحتي الاخيره للناس بتاعت الميديا يا جماعه، يعني ارجوكم ارجوكم بجد، الموضوع مسؤوليه كبيره جدا، انتوا بيتابعكم ناس كتير جدا، في ناس بتحبكم انتوا كمذيعين مثلا او مذيعات، فبتسمع كلام اي حد انتوا هتجيبوه، فاللي انتوا هتجيبوه لازم على قد يكون على قدر مصداقيه، بنفس قدر المصداقيه بتاعتكم لو سمحتوا، مش اي حد وخلاص، يعني مش اي حد عنده عضلات او مرن حد مشهور هيبقى شاطر ويقدر ينصح الناس او يديهم معلومات. مؤمن انس، اللوك جوينت ممنوع في تمارين معينه ولا كل التمارين زي البوش داون ترايسبس؟ بص لو هتسالني عن رايي الشخصي، بلاش لوكينج في اي وضع، لان اللوك ساعات انت بتعمل لوك فالجوينت ياخد شكل مختلف او الجوينت اللي بعده. يعني لو انا مثلا في التشست بس عملت لوك، ممكن غصب عني ده يلف مني وده هيبقى ممكن يأذي الكتف في الدوران تاني وانا نازل، خصوصا الناس اللي عندها اطاله زياده في المفاصل. لكن كل كتب البايوميكانكس منعت الجوينت لوك، ان انت تلوك الجوينت تقفله للاخر، خصوصا لو في الحاجات اللي هي اجنست ريزيستنس، لو انا شايل وزن مش بسحب، لو شايل وزن وفي بريشر على العظم ما فردش كوعي للاخر. تاني رايي الشخصي، ولا بزق ولا بسحب، في الحالتين ما تسيبش المفصل يوصل للمد الكامل بتاعه. كاتي شكرا يا جميله، الف شكر. رامي ريان، بالنسبه لتمارين التراي الحركه تبقى كامله يعني اخر الحركه اعمل لوك للمفصل؟ لا، انا كنت لسه ردد على السؤال ده من حد تاني رامي، لا بلاش تعمل لوك في اي وضع من الاوضاع. علي لا. ميرا، طب واللي بيفهم في الجينات هيبقى شاطر. ماشي، يعني ماشي نتكلم في موضوع الجينات ده يا ميرا، يبقى نتكلم فيه. حاضر. ياسر علاء، انا عملت بادي اناليسز وظهر عندي ووتر ريتينشن كتير، ازاي اتخلص من الووتر ريتينشن؟ اتاكد يا ياسر ان زياده الميه في جسمك ما هياش مصاحبه لزياده عضلات، لانه لو هي مصاحبه لزياده عضلات فده السبب، لانه المكون الرئيسي في العضلات نسبه كبيره قوي من النسيج العضلي بيبقى ميه، فبتبقى ميه زياده. علشان تفصل الموضوع، في البادي اناليسز، في البادي كومبوزيشن اناليسز اللي انت عملتها، هتلاقي الاملاح المينرالز، شوف المينرالز عندك زياده ولا لا، لو هي زياده يبقى الميه الزياده ممكن تكون بسبب الاملاح الزياده، حضرتك هتقلل ملح وتشرب ميه كتير، لو لا الاملاح طبيعيه يبقى ده بسبب العضلات الزياده، مفيش مشكله. لو انت البروتين انتيك بتاعك الايام دي زياده، حاول تحلل، ممكن يكون يوريك اسيد عالي والميه متحوشه في جسمك بسبب كده. ايمن الجهري، ربنا يزيدك من علمه ويزيدك حبيبي حبيبي ايمن، ربنا يخليك، تسلم. افضل تمرينات الميد باك، الميدل باك لو قصدك بيها الجزء اللي بين عضمتين اللوح اللي هي الرومبويدز والميدل ترابيزيوس، ده هتركز اكتر على السكابولار ريتراكشن، الحركه دي يعني قبل اي سحب لازم يبقى في ريتراكشن، تشد السكابولاز على بعض بالشكل ده كده، تقربهم وبعدين تسحب. وخد بالك انه في ناس كتير بتلعب السحب ده بالهندل الصغيره قوي اللي قد كده، الهندل الصغيره قوي اللي مش دي مشكلتها، ان انت لما بتسحب بتسحب كده ما بتعرفش تعمل ريتراكشن، فلازم الهندل تبقى واسعه شويه على اقل قد وسطك عشان تسحب وتعرف تعمل ريتراكشن. عمار، انا فين ما ردتش عليا ليه؟ ليه يا حبيب قلبي؟ انا رديت والله، انا مش فاكر السؤال بس انا فاكر الاسم. عمار، الرومبويد تمريناتها ايه؟ ما هو انا لسه قايل الرومبويد تمريناتها سكابولا ريتراكشن، ان انت تقرب السكابولاس كده من بعض وانت ماسك الوزن. بعدين بس كده. اتمنى يكون الموضوع يا جماعه نال اعجابكم، واتمنى تاني ما يكونش حد زعل مني خالص. لو في اي سؤال او في حاجه مش واضحه او حد زعل مني بسبب ان هو اساء فهمي، يبعت لي علشان ارد عليه. احنا لا قصدنا ان احنا نقول ان احنا بس اللي بنفهم، ولا قصدنا نقول ان الناس بتغلط واحنا بقى اللي بنعلم عليهم.
ولا عايزين نتشير والله ولا اي حاجة. احنا قصدنا ان احنا عندنا امانة لازم نأديها، احنا عندنا علم، عندنا معلومات بناء على ابحاث علمية اتعملت وتجربت لمدة سنين واخدينها من ناس يعني علماء بجد، فمحتاجين ان الناس كلها يكون عندها نفس المعلومات دي. احنا ده هدفنا، هدفنا ان محدش يتأذي بسبب معلومة غلط بس كده. فلو حد متضايق من الكلام يبعت لي عشان افسر له انا كان قصدي ايه، ولو اي حد عنده اي سؤال بقى يبعت لنا، واستنونا في اللايف الجاي قريب ان شاء الله. يلا باي باي، مع السلامة.